مساء الخير جميعا مشاهدين والمشاهدات، معكم قرواشي رشيدة. الموضوع المرأة في المهجر عندنا موضوع مهم جدا جدا. اليوم تلقيت خبر في الهاتف، إنسانة بعرفها كتير، لأن المهجر وبسيختو أوروبا الواحد كيتبدل، يعني كيكون حب وعشق وفي الاخر كيولي كله يعني فيلم رومانسي. يعني هل الاقامه هي كل شيء؟ هل اوروبا هي كل شيء؟ اين دينك؟ اين قلبك؟ اين روحك؟ اين حنانك على دناك؟ هذه القصه قصيره جدا، انا بالنسبه لي طويله، ولكن ما غاديش نكثر عليكم باش ما تكونوش يعني نزيدكم في الاحزان. اتصلت بيا صديقتي متزوجه 10 سنين بسوري، وهي من اصل مغربي، وهي مولوده في بلجيكا، ولكن مع الاسف اتزوجت بيه بحكم بانه هو مطلق وعنده اولاد في سوريا وعنده مشاكل وما بيتكلم مع مرته، يعني قصة كبيرة طويلة. بحكم هي طاقت فيه وعطته الثقة، قالت لي ما في مشكل، قال لي أنا ما عندي إقامة، قالت لي هو ما يهمك أنا غنبقى معاك حتى الآخر. شو سوت؟ طلبت من لاكومين الزواج، صوبت لي الأوراق، حملت ولدت معاه ولد. المشكل بعد الولادة بسنتين، وهي تطلب منه طلب لأن هي جنسيتها بلجيكية ولو أصلها مغربي ولكن هو سوري، ولكن الطفل جنسيته بلجيكية. هل يعقل بأن الطفل يجلس بجنسية بلجيكية؟ لا، مستحيل. كانت المرأة دائما تحل عليه بأن الطفل لازم ياخذ جنسية سورية، ولكن هو كان دائما يتهرب بعد المعاناة معاه، بعد ما ساعدته، بعد ما وقفت معاه، بعد ما جابت لي إقامته، سوت معاه كل شيء يعني، وخلاته في أحسن المستويات، ولكن كان هو عنده دائما شغل، يعني أنا ما نقدرش ندخل سوريا، أنا عندي مشاكل، أنا عندي هيك، ولكن ما كان ولا شيء من هذا الشيء. إلا هو متزوج بها في لاكومين بلجيكا بطلاق مزور، لأن عمره ما طلق مرته في سوريا، وعنده 4 أولاد وأكبر منها ب10 سنين، يعني تحملت كل هذا الشيء. وكان طلبة كتقول لي بأن أنا ما بدي شيء، بدي إلا ابني تكون عنده جنسية أبوه، يعني عيب ابني جنسيته بلجيكية وبعد الأم سوات الجنسية المغربية، ولكن الابن ضروري خاصو جنسية أبوه وهي جنسية سورية، ولكن كان هو دائما يلقى عذر. لهذا دائما الزواج والمعاناة، بعدين كيولي انفجار وكيكون طلاق، مين الضحية في هذا الموضوع؟ الضحية في هذا الموضوع هما الأطفال والصبايا، لأن المرأة لما كتشوف الكذب والغش والنصب والاحتيال والتزوير شو قرارها؟ وهو الطلاق. ولكن الطفل يتحقد لأن كان روحه في أبوه، ولكن المرأة كان عليها بأنها خصها تطلق، ما يمكنش لها غادي تكمل حياتها مع واحد كذاب، يعني سامحوني على هاد الألفاظ، لأن الزواج لو فيه كذب ما عمرك كيستمر، لو فيه خيانة ما عمرك كيستمر، ولو فيها مصالح ما كطول المصالح، وكما تدين تدان. المرأة عانات كتير، المشكل عرفت بأن الأوراق متزورة وقلبها طيب، وشو سوت؟ كان عنده ابنه في سوريا وتحدات العالم،
وتحدث أهلها وقالوا لها أهلها خذي الطلاق منه وخلاص وخلصي الموضوع وروحي لكومين واشتكي عليه وخذي لي الأوراق وما تكملي معاه. ولكن هي بتقول لا، لو أخذت لي الأوراق وقلت بأن عنده طلاق متصور غادي يشيلوا اسم ابني، ما غادي يبقى اسم أبوه، غادي يبقى على اسم أمه، لأن الدولة الأوروبية ما بتلعب مع التصوير. يعني يشيلوا لي الأوراق والابن كيبقى دائما ضحية الأب اللي استغل الابن جنسيته بلجيكية باش ياخد الإقامة. لهذا شو سوت؟ شوف قلبها طيب، كما كنقول المرأة هي الأم، هي الأخت، هي الصديقة، هي البنت، هي كل شيء. قالت لي ما في مشكل، يوميا بيجي بالشكي عليها، بيقول لها ابني في سوريا وعنده 16 سنة يعني متعذب وما بيروح المدرسة وهيك. يا قلبها طيب شو سوت؟ راحت دارت لي تجمع عائلي وجابت لي ابنه هنا سوريا، من سوريا لبلجيكا، إجا دخلته على المدرسة وبدأ في المدرسة. ولكن لما دخل الابن بدأت المشاكل أكثر أكثر وأكثر. كان الحل الوحيد وهو الطلاق. ليش؟ لأن هو الصبي الصغير اللي سوى ليه الإقامة وسوى ليه حياته في بلجيكا ما بقى عنده غرض فيه، ولا يشوف أولاد المرأة الأولى. لهذا المرأة ليس لعبة لأي أحد، ولكن المرأة لازم تفرض وجودها وشخصيتها وقيمتها. لو راح راجل يجي راجل، والدنيا بتدور يوما عليا ويوما عليك. ولكن لما يكبر الصبي ويعرف الحقيقة، أنا متأكدة بأن الصبي بيكره أبوه، لأن أخذ أمه لعبة باش يوصل لهدفه وينقذ أولاده. وشو مصير المرأة وشو مصير الصبي؟ معاكم الأخت قروشي رشيدة من قناة وياك التي في بالجم.